جاءت مشاركتي في هاي الملتقى من خلال إدارة جلسة تتعلق بالعوامل التحفيزية المشجعة للمرأة في ريادة الأعمال، وجاءت محاور هذه الجلسة من ضمن التركيز على التحفيز الداخلي والتحفيز الخارجي للمرأة، الفرص اللي ممكن تساعد المرأة وتشجع المرأة أن هي تكون ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية في المجتمع. من خلال الجلسة تعرفنا على خبرات خارجية من الدول المشاركة من أعضاء ألواني في الشرق الأوسط والدول العربية اللي شاركوا معنا في هاي الملتقى، كذلك تم وضع عناصر مساعدة وعوامل تحفيزية مساعدة للمرأة في أن هي تزدوج تعمل على خلق مسار واحد بين العوامل التحفيزية الداخلية والعوامل التحفيزية الخارجية، سواء من خلال الاستفادة مما تقدمه المؤسسات الحكومية والخاصة من خدمات تشجع المرأة أن هي تنجح في ريادة الأعمال. وفي نهاية الملتقى توصلنا إلى مجموعة من التوصيات اللي ممكن أن هي تساعد المرأة أن هي تطور أعمالها وتمكنها أكثر وأكثر وتنجح في ريادة الأعمال وتنخرط في سوق العمل، وتشجع حتى النساء الراغبات في أنهم يأسسون مشروع ريادي.